بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة أصالة التجربة ومذهب الشك الحديث يقول في الوقت الذي كانت الحياة فيه تعود إلى الفلسفة العقلية في أوروبا من بعد ديكارت سبينوزا لايبنيتس مالبرونش وهكذا وولف وولف هو الذي ختمت به العقلانية في ألمانيا بعده جاء كانت. وبدأ العقل فيه في هذا العصر، عصر الحداثة، يستعيد منزلته في معرفة الحقائق. أخذ ينمو في إنجلترا يعني بريطانيا إتجاه آخر هو قائم على أصالة الحس والتجربة. ويطلق على هذا الاتجاه الفلسفي اسم امبريزم الامبريقيه باللغه العربيه. نعم وهذا الحديث صحيح. بريطانيا الى يومنا هذا تتبنى اصاله التجربه وانتقلت هذه هذه المساله الى امريكا. نعم. وتستطيع أن تقول أن الفلسفة في بريطانيا بالخصوص تأسست بعد لوك نعم صاحب كتاب المدخل إلى الفاهمة البشرية التي رد عليه في ليبنيتس نعم وقد بدأ هذا الاتجاه هو في أواخر القرون الوسطى على يد الفيلسوف الإنجليزي وليام أوكام هذا في أصالة التسمية قديمة أما الحداثة تأسست مع ديكارت و في بريطانيا وفرانسيس باكون كذلك لاذلي سماحة الشيخ مصباح يشير إلى باكون صاحب الأورغانون الجديد أو المحدث الذي يقولون أسس للمنهج التجريبي مع أن المجربين علماء الطبيعة بتجلياتها المتعددة هذه الطبيعة فيزياء كيمياء وكذا لم يلتزموا بالأورغانون الجديد لباكون لأنه غير عملي هذا يحتاج إلى دراسة أخرى وقد بدأ هذا الاتجاه في الأواخر أواخر القرون الوسطى على يد الفيلسوف الإنجليزي ويليام أوكام الذي ينتمي إلى الإسمية وهو وهو من القائلين بأصالة التسمية يعني ينفي الكل الطبيعي يعني المفاهيم الكلية وفي الحقيقة فهو ينكر أصالة التعقل التعقل بمعنى أن العقل يحيط لوحده قبليا بالأشياء هذا مرفوض حتى في المذهب في الاتجاه الاسلامي، الفلسفه الاسلاميه وحتى في اتجاه الفلسفه الكاثوليكيه التي الشيخ مصباح لم يطلع عليها مع الاسف الشديد. وقد ظهر في القرن السادس عشر فرانسيس بيكون. نعم قبل فرانسيس بيكون في شخصيه غير معروفه وهي اسست لهذه الامور روجر بيكون. نعم هذا تأثر بالفلسفة الإسلامية وبالمسلمين في الأندلس كثيرا نعم وفي القرن السابع فرانسيس بيكون يقولون هو وديكارت أسس للحداثة ديكارت في الفلسفة وفرانسيس بيكون في في العلوم التجريبية بكتابه نوفيوم أورغانيوم يعني ال المنطق الجديد نعم في القرن السابع عشر ونعم وهوبس هوبس تجريبي محض وتجريبي في منهجه في ذهنيته والا هو ما عنده علاقه بالعلوم التجريبيه هو تحدث عن العلوم السياسيه وهما انجليزيان ومتحمسان لاصاله الحس والتجربه نعم ولكن الذين اشتهروا بانهم فلاسفه تجريبيون امبيريست هم ثلاثه فلاسفه اخرون من الانجليز اسمائهم هي جون لوك نعم صاحب كتاب المدخل الى الفهم البشريه والان في جزائر يشتغل على ترجمته اتصل بي وقال لي تساعدني في فهم المصطلحات قلت له انا مستعد ولم يتصل مره ثانيه نعم أه وجورج بيركلي جورج باركلي ينفي الماده فكيف يكون تجريبيا جورج بيركلي لا ينتمي الى التجريبيه ينتمي الى المثاليه نعم ودافيد هيوم وقد عالج هؤلاء مسائل المعرفه بالبحث والدراسه منذ القرن السابع عشر وعلى امتداد قرن كامل بعد ذلك وقد وجهوا نقدهم لنظرية ديكارت في باب المعرفة الفطرية جون لوك هو الذي رفضه نعم واعتبروا الحس والتجربة هما المنبع الجميل لجميع المعارف نعم هذا ينطبق على دافيد هيوم وينطبق على جون لوك إلى حد ما جون لوك يؤمن بأن المعلومات تأتي من التجربة لكن لا تبقى هكذا معارف ساذجة لا في فعالية عقلية فوضع جون لوك في خانة التجريبيين مطلقا لا غير صحيح أما بركلي فهو من المثالية المثالية الغليظة ينفي المادة أصلا نعم المعرفة الفطرية ما هي؟ المعرفة الفطرية يعني الإنسان يولد وهو له بعض المعلومات. نعم، يتهم ديكارت أنه يؤمن بالمفاهيم الفطرية أو المعرفة الفطرية وهو ينفي ذلك في رسالة لبعض العلماء يقول أنا لا أؤمن بهذا الأمر. الإنسان يولد وله معارف، لا، هو يولد وله قابليات للمعرفة يقول. استعدادات للمعرفة، هذا الاستعداد المعرفي فطري، نعم، هذا مقبول، إذا ديكارت لا يقول بالمعرفة الفطرية كما فهمها من انتقده، نعم، وكما فهمها شيخ مصباح أن الإنسان يولد وهو له هذه المعارف، لا. الآن أبين لكم المعرفة كيف تحصل في الذهن، في معرفة في اتجاهان كبيران، اتجاه هو السائد، واتجاه قليل الاتباع. ان الانسان يكون خاليا من اي معرفة، في احتكاكه مع الواقع الحسي والتجريبي ينشط الذهن ويتفاعل ويصل إلى معرفة كلية، معرفة عامة كلية. هذا اتجاه، يعني بدون الاحتكاك الحسي.. العقل لا يصل إلى الكليات الاتجاه الثاني وهو قليل يسمى بالأونتولوجيزم يقول لا هذه المعرفة موجودة في ذهن الإنسان وليست بمعنى فطرية معنى أنه تغمر كيانه العالم الحسي يساعده على الترقي إليها لا يصلحها مستعيل أن يصلح الكليات وما يقولون الاتجاه الثاني وإنما عملية التحرير والتركيب والتأمل و توصلك إلى هذه المفاهيم مثل الكنز الكنز موجود كنت أم لم تكن الكنز موجود في بطن الأرض فأنت تحفر في الاتجاه وتجتهد وحتى تصل إليه هذا الاتجاه الثاني الاتجاه الأول لا الحفر وال... والاجتهاد هو يولد المعرفة نعم يوصل إلى المعرفة نعم اذا ديكارت لا يؤمن بالمفاهيم الفطريه كما فهمها من انتقده كبركلي جون لوك وحتى الشيخ مصباح نعم ومن بين هؤلاء كان يبدو جون لوك اكثر اعتدالا هذا الذي انا اشرت اليه لوك لا يمكن وضعه في التجريبيه المطلقه المحضه ومن بين هؤلاء كان يبدو جون لوك بريطاني أكثر اعتدالا وأقرب إلى مسلك العقليين وكان بك باركلي مؤيد بشكل رسمي لاتجاه أصالة التسمية نوميناليزم لا يؤمن بالكليات إلا أنه مثالي ولكنه كان يتمسك ولعله بشكل لا شعوري بأصل العلية, العلية الذي هو أحد الأصول العقلية وقد كانت له أراء أخرى لا تنسجم مع أصالة الحس والتجربة هذا هو المثالية نعم وأما دافيد هيوم فلقد ظل وفيا لأصالة الحس والتجربة منه تأثرت بريطانيا منه تأسست تأسس هذا الاتجاه الاتجاه التجريبي نعم والتزم بلوازمها من شك فيما وراء الطبيعة نعم هو يقول في بعض كتبه يقول إذا دخلت مكتبة وأخذت كتابا وهذا الكتاب لا تبرره التجربة فحرق المكتبة كلها نعم والتزم بلوازم أصالة التجربة من شك في وراء الطبيعة أصلا لا يؤمن وراء الطبيعة بل وحتى في الحقائق الطبيعية وبهذا الشكل حقائق طبيعية بنحو, بنحو الكلية الكل الطبيعي وبهذا الشكل اجتاز الغرب المرحلة الثالثة من اتجاه الشك في تاريخ الفلسفة. فلسفة كانت النقدية، كانت كانت الالماني، كونت الفرنسي مؤسس الوضعانية. كانت أنا أكتبه بالطاء، تمييزا له عن كانت الفرنسي، كانت بالطاء. نعم. فلسفة فلسفة كانت النقدية تسمى الفلسفة النقدية سيتبين لك كيف هي النقدية وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل لاحقا كانت كانت أفكار هيوم من جملة الأفكار التي كونت الأرضية للتفكير الفلسفي لكانت كونت الأرضية للتفكير الفلسفي لكانت هذا تعبير قديم تعبير قديم جيد اكتب هكذا كانت افكار هيوم من جمله الافكار التي كونت الارضيه للتفكير الكانتي الفلسفي هذه اللي يعني كانت نزحها هكذا تقول للتفكير الكانتي الفلسفي فلسفي وصف لمن للتفكير نعم وحسب وحسب قول كانت فان هيوم هو الذي ايقظني من غفوه دعاة اليقين دعاة اليقين او الجزميه الذي انا قراته باللغه الاجنبيه من الجزميه هو الذي ايقظني من الجزميه الدوغماتيزم نعم وقد نال اعجابه تحليل هيوم لاصاله العليه الذي يقول فيه ان التجربه عاجزه عن اثبات العلاقه الضروريه بين العليه والمعلوليه هنا نحتاج الى وقفه مع هيوم هيوم لا ينكر اصل العليه الا المجنون الذي ينكر اصل العليه يقول التجربه لا تورثنا هذه هذه القاعده التجربة تعطيك فقط التعاقب اما الحتمية بين الف وباء لا يمكن للتجربة ان تعطينا هذا الامر اذا القاعدة قاعدة ميتافيزيقية تحتاج الى العقل نعم وقد تامل كانت سنين عديدة في مسائل الفلسفة وكتب فيها كتبا متعددة وعرض على الناس مذهبا يعني مدرسة مدرسة فلس... مدرسة فلسفية خاصة كان أكثر آه... آه... كان هذا المذهب أكثر استقرارا وقبولا بالنسبة إلى المذاهب المتشابهة له المحققون ماذا يقولون؟ يقولون اللي كانت برج عال ترى من خلاله إلى الفلسفة القديمة وترى من خلاله إلى الفلسفة الآتية فلسفة الحديثة ولكنه في نهاية المطاف وصل الى هذه النتيجة وهي أن العقل النظري لا يتمتع بالقدرة على حل المسائل الميتافيزيقية نعم صحيح عزل العقل النظري مطلقا عن الميتافيزيقا ما هو السبب سيأتي إن شاء الله في بيان أسسه الفلسفية لاحقا في باب المعرفة إذا وصلنا إلى باب المعرفة هناك نتناول كانت بالتفصيل وكل الاحكام العقليه في هذا المجال لا تتصف باي قيمه علميه نعم فلتامين الاخلاق وبقاء المجتمع لانك اذا نزعت الاخلاق المجتمع يتهرع يتفكك يضيع يختفي امن بقواعد ميتافيزيقيه قال الاخلاق تقتضي هذه القواعد إذا فرضيات وليست حقائق عنده ثابته. تبقى مجرد فرضيات يبني عليها وهي من أين؟ لأنها تؤمن الأخلاق وهذا عجيب من كانت. تنفي العقل النظري أن يصل إلى قواعد ميتافيزيقية تحكي واقعيات ميتافيزيقية وفي النسق الأخلاقي العقل العملي عنده كتاب العقل العملي وعقل نظري، نقد العقل العملي ونقد العقل النظري. في نقد العقل العملي يؤمن بالله تعالى، وب تجرد النفس والخلود. نعم، بدون هذه الواقعيات الاخلاق لا اسس لها. نعم، ولكنه في نهايه المطاف وصل الى هذه النتيجه وهي ان العقل النظري لا يتمتع بالقدره على حل المسائل الميتافيزيقا، يعني عزل العقل النظري عن الفلسفه. وكل الاحكام العقليه في هذا المجال وكل مبتدا وكل الاحكام العقليه في هذا المجال لا تتصف باي قيمه معرفيه، علميه يعني معرفيه. فهو يعلن بصراحه ان بعض المسائل من قبيل وجود الله وخلود الروح والاراده الحره لا يمكن اثباتها بالبرهان العقلي. يعني لا يمكن ان يطالها العقل النظري. ولكن الايمان بهذه الامور من لوازم من لوازم قبول النظام الاخلاقي يعني النسق الأخلاق نعم وبعباره اخرى فان الاصول المسلمه في احكام العقل العملي والاخلاق هي التي تدعونا الى الايمان بالمبدا والمعاد. خلود الروح يعني المبدا والمعاد. المبدا هو الله والمعاد هو خلود الروح لا بالعكس ومن هنا بد اذا الاخلاق توصلنا الى الله الى الاراده يعني النفس المريده والخلود لا بالعكس لا ننطلق من الميتافيزيقا الى الاخلاق الاخلاق تؤمن لنا الميتافيزيقا كما ان الواقع الخارجي يصنع يصنع في الذهن يعني الذهن يصنع الواقع الخارجي في افقه وما عندنا علاقه مع الواقع الخارجي كما هو موجود في مرتبته كما سيأتي إن شاء الله في العقل النظري ومن هنا لا بد من اعتبار كانت مجدد الحياة للقيم الأخلاقية التي تضعضعت في عصر النهضة وسارت نحو الزوال والإضمحلال ولكنه من ناحية أخرى بد من عد أحد الذين قوضوا أساس الفلسفة الميتافيزيقية هو جاء يحيي الأخلاق دمر الميتافيزيقا التي هي أساس الأخلاق فالأخلاق بالتالي انتفت دخلت أوروبا في شك معرفي وشك أخلاقي وديني عجيب وغريب ما أراد أن ينقضه دمره هذا الفيلسوف جيد الدرس الثالث نظرة نحو مسير التفكير الفلسفي خلال القرنين الآخرين نعم يعني القرن التاسع عشر والقرن العشرين العجيب في الغرب في الغرب لكل قرن خصوصيات لا يمكن تجاوز هذا القرن إذا أردت أن تعرف الغرب لكل قرن خصوصيات عجيب نعم المثالية العينية المثالية العينية لدياليزم رياليست مثاليه لكن لا تنفي الواقعيه الخارجيه. لقد اشرنا من قبل الى ان الغرب بعد عصر النهضه الاوروبيه لم ينتج نظاما فلسفيا متماسكا. هو لا يريد هذا، الغرب لا يريد نظاما فلسفيا مغلق كما يحلو للشيخ مصباح، لا 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 لا، هو يريد دائما الانساق الفلسفيه تكون مفتوحه. حتى على نفسها يعني تتجاوز ويتطور الفكر دائما وأنا في التصور هذا أحسن هذا أحسن من الانغلاق انغلقنا في, الفضل في الفلسفة المشائية قرونا لولا صدر المتألهين لبقينا في محوطة المشاء والان انغلقنا في صدر المتألهين يجب أن نفكك هذه الحكمة المتعالية ونتجاوزها إلى ما هو أرقى وأعلى نعم وإنما كانت هناك نظريات نظرية بمعنى هنا أراء أنا سأشير في مناسبة ما, ما معنى النظرية وإنما كانت هناك نظريات في الفارسي يقول ديدغا المترجم يترجمها نظرية الآن النظرية لها معنى خاص النظر نظرية مجموعة من الأمور تفسر بها الكون يعني الحكمة المتعالية نظرية كل الحكمة المتعالية نظرية نظرية الوجود دي دقاه إذا ترجمتها ترجمها بالرأي نعم أو الرؤية وإنما كانت هناك نظريات رؤى أو أراء ومذاهب فلسفية تظهر صنعانا ما ي... تظهر وصنعان ما يلفها الموت ويحصرها في مجال التاريخ يعني تدخل في المحق تختفي نعم والغرب هذه ميزته الوضعانيه كانت الوضعانيه المحدثه نيو كانت مهيمنه خمسين سنه على الفلسفه الامريكيه واختفت الوجوديه التي اسسها هيدغر وتبناها جون بورسات وهي الوجوديه الملحده خمسين سنه وهي تقود الفكر الفرنسي اختفت اختفت نعم جاءت البنيويه واختفت جاءت الهرمونيتيك الان تختفي وهكذا دائما هم في تجاوز الافكار. ومنذ القرن التاسع عشر اخذ تعدد المذاهب وتنوعها في ازدياد مستمر ولا نستطيع في هذه العجاله حتى الاشاره اليها جميعا ولهذا فنحن نكتفي بالاشاره السريعه الى بعض منها يشير الى بعض منها اذا احتاج الامر الى تبيين وتوضيح انا ابين واوضح لاننا نحن في التمهيد. نعم يعني لم ندخل في لب الكتاب. بعد الفيلسوف الالماني كانت منذ اواخر القرن الثامن عشر وحتى اواسط القرن التاسع عشر تالق نجم عدد عدد من الفلاسفه الالمان الذي كانت افكارهم نابعه بصوره او بخرى باخرى من افكار كانت. هذا الاتجاه انا اسميه الاتجاه الفلسفه فلسفه المطلق كانت فيخت شينينغ وهيجل وستروس ستروس مجهول لا يعرفه الشيخ مصباح حتى في اوروبا مجهول وهو شخصيه كبيره جدا ختمت به هذه الفلسفه المطلقه صدقوني هذه الفلسفه المطلقه هي التي انتجت أو كانت سببا لا أقول هي مطلقا كعلة تامة كانت علة في بروز النظير في بروز النظير نعم من وقد حاول حاولوا هذا المجموعة أن يجبروا نقاط الضعف في فلسفة كانت مستعينين بالذوق العرفاني ومع أن هناك اختلافات بينهم في وجهات النظر الا انهم كانوا مشتركين في هذه الجهه وهي انهم كانوا يبدأون من رؤيه شخصيه ثم ينتقلون الى توضيح الوجود وظهور الكثره في من الوحده باسلوب شاعري ولقد عرفوا باسم الرومانسين هنا الشيخ مصباح بدلا من ان يتكلم عن هذا السياق التي ذكرته لكم مراحل الرومانسيه الرومانسيه غير رومانسية غير فيختي وشينيجو وهيجل وسروس هذو فلاسفة رومانسية أسسها سياق آخر ومن جملة هؤلاء فيختي فيخت ألماني نعم ولم أرى كتاب له باللغة العربية كل ما أنا رأيته وشفته باللغة الفرنسية وهو تلميذ مباشر لكانت وقد كان مدافعا بحراره عن الاراده الحره ومن بين نظريات كانت فانه يؤكد على اصاله الاخلاق والعقل العماني فمن اقواله نعم عنده كتاب مشهور هو الاشهر من من كتبه وهو نظريه العلم نعم لم يترجم الى اللغه العربيه يقول إن العقل النظري يصور نظام الطبيعة بصورة نظام ضروري يعني نسق تحكمه الضرورة نعم يعني الضرورة العلية والمعلولية طبعا ولكننا نجد في أنفسنا الحرية والرغبة في النشاط الحر يعني في هذا النظام الطبيعي المحكم الإنسان يتمتع بالاختيار نعم هذه صحيح نعم وضميرنا يرسم نظام لابد من بذل الجهد لتحقيقه الضمير يرسم نظام النظام الأخلاقي إذا تحدثت عن الضمير في دائرة العمل يعني الأخلاق نعم الأخلاق الضمير هنا اكتب كمعلومة جميلة الضمير وقد تجده في كتب أخرى الوجدان الوجدان الضمير معنى واحد الضمير ينقسم إلى قسمين النظير الضمير النفساني والضمير الأخلاقي ما هو الفارق بينهم بينهما الضمير النفساني هو إحاطة النفس بشؤوناتها الباطنية بعلمها بحبها بحزنها بكل شؤوناتها الداخلية وهذا الضمير النفساني يتمتع به الحيوان الى حد ما الى حد ما لا يرقى الى مستوى الانسان اذا الحيوان يشارك الانسان في بعض مراتب الضمير النفساني الضمير الاخلاقي لا الضمير الاخلاقي له علاقه بماذا؟ بالفعل يتحرك يعني الضمير الضمير يدرك ما هو حسن وهو ما قوبح. يدرك ما هو خير وما هو شر هنا الحيوان يتخلف ما عند الضمير الاخلاقي نعم هنا يتحدث عن الضمير الاخلاقي وليس الضمير النفساني يرسم نظاما نحن نخالفه هنا لا ادري الشيخ مصباح دقيق في هذه النقطه يعني الضمير يؤسس للنظام الاخلاقي ام الضمير يدرك القضايا الاخلاقيه ياتي ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد و ال محمد